السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتختيم كل هذه المقايضات يا أصدقاء، كذلك سوف نقوم بتفتيح هذا الباك يا شباب، يا رب أن يكون الحظ أسطوري. كذلك سوف نقوم بتفتيح الباكجات الخاصة بنمط التحدي في حسابين لي أصدقاء، وسوف نرى الحظ الخاص بنا في كل هذه الباكجات يا شباب. لذلك قبل البداية شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخلونا ننطلق يا جماعة. كما تلاحظون يا أصدقاء، فيعني قمت بعمل 3 مقايضات، تبقت لي فقط 3 مقايضات أخرى، معي 500 كوينز يا شباب أو 500 توكن يا جماعة. سوف نقوم بعمل أولى المقايضات وسوف نرى الحظ الخاص بنا. أول شيء سوف نتأكد من اللاعبين الذين نضعهم في المقايضة يا شباب لكي لا نرتكب ولا خطأ يا أصدقاء. خلونا أول شيء نضع اللاعبين يعني الأقل أوفر لكي ننتقل للأعلى أوفر في بقية المقايضات يا جماعة. نعمل أولى المقايضات يا شباب ونرى الحظ الخاص بنا، سوف يكون يعني أولى يعني بطاقة بأوفر 87. سوف نرى من هو اللاعب، يا ربي ووكاوت من هو اللاعب، نيجيريا سي دي ام، من هو هذا اللاعب، من هي هذه الفرقة لا اعلم يا شباب. نواكالي يا جماعة في مركز السي دي ام باوفر 88 وبطاقة جيجيكو 250 جوهرة يا اصدقاء. ننتقل مباشرة للمقايضة الثانية ونرى كذلك الحظ الخاص بنا فيها. سوف نقوم بوضع لاعبين يا شباب، سوف اضع بيرمر يا شباب لانني لا احتاجه، كذلك سوف اضع هذا الاستي، فلدي الكثير من النسخ، سوف نضع كذلك نسختين مجددا، وسوف نضع يعني توكو ايكامبي يا جماعه حبيب الملايين، سوف نضعه في هذا المكان. يعني والله هذا اللاعب يظهر اكثر مما اشاهد اصدقائي في الحي يا شباب، يعني بطاقه يعني كل باكج يظهر لك فيه توكو ايكامبي يا جماعه. يا ربي الا يظهر لي في الباكج الخاص بال94، يا ربي ان يكون الحظ اسطوري. كذلك نرغب في مشاهده ووكاوت يا جماعه، هل هنالك ووكاوت يا اصدقاء؟ ووكاوت يا رباه، من هو اللاعب؟ من هو اللاعب الصين يا جماعه؟ من هو هذا في الاستي؟ هل هنالك مهاجم في الصين يا جماعه؟ والله لا اعتقد. من هو هذا اللاعب باوفر 89؟ وولي يا جماعه. والله لا اعلم، كما قلت لكم يا شباب هل لاحظتم من ظهر لي يا جماعه؟ والله هذا اللاعب يظهر اكثر من اصدقائي يا شباب. توكو ايكامبي، والله كيف سوف نستطيع ابعاد هذه البطاقه من الباكجات يا جماعه؟ لاعب يظهر في كل باكج حرفيا يا اصدقاء، يا رب الا يظهر لي في هذا الباكج. والله انا حاسس انه سوف يظهر لي في هذا الباكج، لكن سوف نغامر وسوف نقوم بتفتيح هذا الباكج. الا انه يعني افضل اختيار في هذه الـ3 أماكن هو أن تحصل على بطاقة ماسكرانو، لكن أنا أريد فقط أن أجرب الحظ الخاص بي يا جماعة. الآن سوف ننتقل لآخر مقايضة يا جماعة، هذه هي المقايضة الأخيرة، نتمنى أن يكون الحظ فيها أسطوري يا جماعة. سوف نضع مجددا اللاعبين، سوف نضع حتى اللاعب الذي حصلنا عليه، سوف نضع لاعبين في هذا المكان ولاعبين من التيم أوف ذا ويك يا شباب، ونرى الحظ الخاص بنا في هذا الباكج يا جماعة. يا ربي ألا يكون إيكامبي يا شباب، يا ربي ألا يكون إيكامبي. والله أنا حاسس أن إيكامبي يظهر لي أكثر. من هو اللاعب؟ من هو المنهجي؟ سيراليون أو جيبوتي؟ والله لا أعلم. مركز الإستي 89 شومردوف، والله من هو هذا؟ يعني اللاعبين الذين أحصل عليهم يعني، وحتى حصلنا على مبيمبا و500 جوهرة. الآن لحظة الحسم يا شباب، يا رب ألا يكون توكو إيكامبي يا جماعة، يا رب ألا يكون. لماذا لا أحصل على صلاح يا شباب؟ أو حتى على بن سبعيني فخر العرب الجزائري يا جماعة؟ يا رب لاحظوا طاقته، لاحظوا سرعته، لاحظوا الدفاع الخاص به. يا ربي أن أحصل على ساديو ماني، والله لماذا لا؟ لماذا حتى أن أحصل على رينا يا جماعة؟ يا ربي أن يكون الحظ خاص بي في هذا الباكج يعني أسطوري. أتمنى فقط أن لا يظهر لي إيكامبي يا جماعة، يظهر لي أي لاعب إلا إيكامبي. والله هذا إيكامبي عقدة كبيرة يا شباب. خلونا نفتح من دون ولا لمعة يا جماعة، إلا الكاميرون. الحمد لله ليس إيكامبي يا جماعة. مركز السي دي إم وحصلنا على دكوري في مركز السي دي إم بأوفر 89، يعني أسوأ باكج حصلنا عليه أصدقاء. لذلك لا أنصحكم بتفتيح في هذا المكان، أفضل مكان وهو مركز ماسكيرانو يا شباب، تحصل على بطاقة ماسكيرانو مضمونة، أفضل لك من تفتيح هذا الباكج يا أصدقاء. فكما تعلمون فالأسبوع القادم سوف يتم تحديد كل هذه الجوائز يا أصدقاء، سوف يتم تغيير كل هذه البطاقات، كذلك سوف تنزل مقايضات جديدة. لذلك احتفظوا باللاعبين، لا تخسرهم في المقايضات الخاصة بالحدث يا شباب، لأن تقريبا نفس المتطلبات الخاصة بالحدث التي في المقايضات هي نفسها التي توجد داخل الحدث أصدقاء. لذلك تجنبوا عمل هذه المقايضات لأنك فقط سوف تخسر اللاعبين. فهذه المقايضات يعني يمكن أن يبتسم الحظ الخاص بك، لكن تقريبا نفس المتطلبات هي نفس المتطلبات الموجودة في الحدث، بالتالي احتفظوا باللاعبين حتى تنزل المقايضات الجديدة، وسوف نرى كيف سوف نقوم بعمل هذه المقايضات القادمة يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء سوف نبدأ بأول باكج وهذه الهدايا المجانية، سوف نرى هل سوف يبتسم الحظ فيها أم لا يا أصدقاء. يا رب أن يكون الحظ جبار يا جماعة. نرغب في لاعب أسطوري، نرغب في لاعب جيد، من هي الدولة
الدولة، من هي الدولة مالي؟ أعتقد مالي سدام. من هو اللاعب كريستال بالاس؟ هل هو لاعب جيد؟ 89 ذكوري مجددا حصلنا عليه أصدقاء، والله شكلنا راح نبلع في هذه الباكجات. الآن يا أصدقاء سوف ننتقل للباكجات الخاصة بنمط التحدي، ونرى كذلك الحظ الخاص بنا، يعني سوف أفتح في الحساب الرئيسي الخاص بي، ثم سوف أفتح في الحساب الاحتياطي الخاص بي يا جماعة. كما تلاحظون سوف نرى الآن الحظ الخاص بنا يا جماعة، يا رب أن يكون الحظ جيد، نحصل على آيكون. إذا حصلت على آيكون فسوف أكون سعيد يا جماعة. آيكون يا أصدقاء. بولندا، من هو بولندا؟ لا يوجد آيكون في بولندا. نعم في حدث الهيرو يا جماعة، بل لعنة يا شباب بأوفر 86، والله أسوأ حظ عليه هو أنا شخصيا يا جماعة، ولكن مع الحارس أوكوشا. والله أعلم أن لعبة الإي إي يعني دائما تعطيني الحراس في هذا الباكج. سابقا حصلت على نوير، الآن أحصل على أوكوشا يا جماعة. لاحظوا الارتدادات والارتماء الخاص بهذا الحارس. إذا كنتم ترغبون في تجربتي اكتبوها لي في التعليقات، وخلونا ننتقل للحساب الثاني. كما تلاحظون سوف نقوم بتفتيح كذلك الهدية في الحساب الثاني، ونرى الحظ الخاص بنا يا ربي أن يكون جبار، لأن الحساب الثاني لا ألعب فيه. أعتقد أن الحظ سوف يكون خرافي أصدقاء. من هو اللاعب؟ من هي هذه الدولة؟ والله هل هي جيبوتي أم الأردن؟ الله لا أعلم يا جماعة. لاعب بأوفر 88 طماري يا جماعة. سوف ننتقل لنمط التحدي الآن يا أصدقاء. سوف نرى الآن من هو اللاعب الذي سوف نحصل عليه في نمط التحدي يا جماعة. الآن بعد أن أنهينا المباراة الأخيرة سوف نرى من هو الحظ، أو هل سوف يبتسم الحظ أخيرا في لعبة الإف سي موبايل. هيا نقوم بالتفتيح الباك يا جماعة، افتح يا عالمي، هيا يا ربي أن يكون الحظ أسطوري. آيكون يا جماعة المكسيك. لا تقل لي أوكوشا مجددا سي دي إم. حدث الهيرو بلعنا يا جماعة، والله يعني لاعب بأوفر 90 في مركز السي دي ام ماركز يا شباب. الحمد لله، يعني لاعب سوف يكون في المتناول. لا لا لا، مع لويس فيغو يا جماعة ب5 ملايين ومودريتش يا شباب. الحمد لله، فيبقى الحظ في الحساب الثاني الخاص بأفضل من الحساب الرئيسي يا جماعة.